شارع سياسي منتظم أم شارع ليلي منفلت؟ لا اعتقد يعني ان انا كلاهما يزعج السلطه، هذا بكل تاكيد، ولكن طبعا اعتقد بان السلطه يعني هي في النهايه الدوله هي عقل المجتمع. من المفروض ان الشارع السياسي المنظم والمنتظم هو الذي تتفاعل معه السلطه. يعني بالنسبه للشارع المنفلت هذا لا يمكن التفاعل معه، يعني واذا تحرك قد يحرق الجميع، يعني لان ليس له قيادات منظمه وليس له مخاطب يعني حتى تستطيع ان تتحاور وتتفاوض معه، والتعامل في الغالب يكون تعامل امني، وهذا في الحقيقه ما يعمق ما يزيد من تعميق الازمه. المرحله الثالثه كذلك ان هنا يعني المعارضه التونسيه نفسها هي معارضه في الحقيقه بدت يعني منقسمه ايضا، يعني لم تتوحد حول على الاقل نقاط التقاء. هي تقريبا عندما نرى جبهة الخلاص الوطني، مجموعة الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية التي تشكل 5 أحزاب أو الحزب الدستوري الحر، يعني لنقل أنا على الأقل 5 أحزاب الديمقراطية الاجتماعية مع جبهة الخلاص الوطني، والتي على الأقل تشكل في مجملها تقريبا القوى المساندة للثورة، أو لنقل المساندة على الأقل للاعتقال الديمقراطي في جانب منها، على الأقل 80% من هذه القوى. لكن رغم ذلك لم تتوحد حول يعني ورقة عمل مشتركة، ولا زالت تشقها بعض الخلافات يعني القديمة والإيديولوجية، لأن قادة هذه الأحزاب لم يتغيروا للأسف يعني، وبقوا تقريبا يعني رهيني المعارك القديمة. ولكن هذه لن تنسى أن مظاهرة 15 أكتوبر الفارت كانت يعني مسيرة ضخمة، وكانت مسيرة معبرة، وكانت مسيرة يعني حتى في شكلها الحضاري هي رسالة للداخل والخارج، رسالة للداخل بأن طبعا هناك الشارع السياسي يعني معارض لمسار ومدافع على الانتقال الديمقراطي، ورسالة للخارج بأن هناك كذلك أن المعارضة السياسية لها شعبية وازنة في المجتمع. آخر دقيقتين سيد جلدان، وهي قوة لا يستهان بها. نعم، آخر دقيقتين، دقيقة سيد علي. تقرير الأزمات العربية يوصي بثلاث نقاط: أولا تطوير التجربة الديمقراطية، ثانيا تعزيز المؤسسات، ثالثا إجراء حوار. أين السلطة من هذا؟ سيبوا الباب دقيقة وسي علي دقيقة. أنا أعتقد بأن الرئيس قيس سعيد لن يتراجع مطلقا عن المسار الذي اختاره، ولن يأبه طبعا بمثل هذه التقارير، ولأنه يلتقي بالأكثر القوى الفاعلة، يعني حد سواء كانت وفود من الولايات المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي التقام كثيرا، يعني تقريبا هؤلاء راوا في جانب ما. لا ننسى ان الوضع الاقتصادي في تونس صعب، وصعب جدا، والاجراءات الاقتصاديه التي تتخذها الدوله والحكومه الان هي اجراءات اقتصاديه كانت مطالب بها حكومه الشاهد وحكومه المشتيشي، والان فرضها سعيد على الجميع، واستطاع حتى تحجيم الاتحاد العام التونسي للشغل لفرض هذه الاصلاحات. بالتالي هناك انتقادات من هنا وهناك، ولكن اعتقد ان حتى هذه القوى الضاغطه، القوى الدوليه في الصميم هي لا يهم كثيرا يكون المسار الديمقراطي الا بطريقه شكلانيه، ولكن على المستوى الاقتصادي هي تدعم الرئيس قيس سعيد. وللاسف الشديد هذا ما ذكره البارحه كان حاضر معنا الدكتور دوروش، فرانسوا دوروش، رئيس جمعيه حقوقيه غربيه فرنسيه، يقول انه فرنسا وايطاليا تحديدا اشترت دعم سعيد من خلال جعله أو جعل الدولة التونسية حارسا للضفة الجنوبية للمتوسط.